إذا كانت لديك دروس مكتوبة أو مشاكل وتمارين وحلولها أو اختبارات أو واجبات منزلية أو كنت تعرف شخص لديه هذا النوع من الوثائق، فأنت مؤهل لتربح مبالغ محترمة جدا من الموقع الذي سوف أشاركه معكم اليوم، والأرباح ممكن أن تصل إلى 3000 دولار شهريا. كل ما عليك فعله هو رفع ملفاتك الدراسية على هذا الموقع لتتحصل على إشعارات مثل هذه وتربح إلى غاية 10 دولارات لكل عملية تحميل. الموقع الذي سوف أشاركه معكم اليوم تم شرحه في عديد القنوات على اليوتيوب، لكن ما لاحظته أن هناك بعض النقاط والأسرار المهمة جدا التي لم يتم التطرق إليها، والتي لن تكون فقط سببا في حصولكم على أرباح من هذا الموقع، ولكنها أيضا سوف تزيد في أرباحكم بنسبة 480%. إذا أردتم معرفة طريقة الوصول إلى دخل سلبي يصل إلى 3000 دولار من هذه المنصة والطريقة الصحيحة لإنشاء حساب ورفع الملفات حتى تتمكنوا من الحصول على دخل سلبي محترم جدا، أرجو منكم متابعة هذا الشرح للأخير. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خاصية أول أو الكل لتصلكم إشعارات بكل الشروحات القادمة. والآن بدون تضييع المزيد من الوقت دعونا نبدأ مباشرة في الشرح. السلام عليكم ورحمة الله، معكم هيثم في شرح جديد من قناة خارج الصندوق. إذا كنتم غير مشتركين في مجموعتنا، مجموعة خارج الصندوق على فيسبوك، أنصحكم بالاشتراك في هذه المجموعة، فهنا نتشارك الاستراتيجيات ونجيب على كل الأسئلة والنقاط الغير واضحة في الشروحات الفارطة. شرح اليوم سوف يكون سريع وبسيط جدا، لكنه مناسب لكل المبتدئين الذين ليس لديهم رأس مال للربح من الانترنت، وهنا أخص بالذكر الطلاب أو أي شخص يريد الربح من أي نوع من الوثائق البحثية أو الدراسية. الموقع الذي سوف نربح منه اليوم هو موقع ستادي بول، وبالمناسبة لمن لا يعرف موقع ستادي بول هو موقع يستهدف الطلاب الذين يمكنهم الدخول إلى هذه المنصة وتحميل أوراق بحثية أو دروس أو ملخصات تهم مجال دراستهم، ولكن طبعا هذه الوثائق ليست مجانية. إذا أردت مثلا تحميل هذا الملخص لدرس في مجال الماركتينج أو التسويق أقوم بالضغط عليه، وكما نرى لا يمكننا قراءة الدرس بأكمله. إذا كنت أدرس في مجال الماركتينج وأردت قراءة هذا الدرس علي أن أضغط على Unlock Document أو فتح الملف ليتم توجيهي إلى هذه الصفحة، وهنا علي أن أدفع مرسوم إما شهري أو ربع سنوي أو سنوي حتى أتمكن من فتح هذا الملف، وهنا تكمن فرصتنا في الربح. إذا أراد الطلاب تحميل الوثائق التي نقوم برفعها في هذه المنصة عليهم الدفع مقابل ذلك، وكل شخص يقوم بالدفع سوف نربح نحن إلى غاية 10 دولارات على كل عملية تحميل. لذلك نرى أن بعض الأشخاص تصل أرباحهم إلى عشرات الآلاف من الدولارات. كما نرى في هذه اللائحة Top Contributors، هذا الشخص ربح 97 ألف دولار إلى غاية الآن، هذا الشخص ربح 95 ألف دولار إلى غاية الآن، وكذلك هذا الشخص الثالث ربح إلى غاية 83 ألف دولار بمجرد أن أنه قام برفع بعض الدروس أو الملخصات على هذا الموقع. بعضكم سوف يتساءل الآن ما هي نوع الوثائق التي يمكننا رفعها على هذه المنصة، ودعوني أقول لكم أنه يمكنكم رفع أي وثيقة لها علاقة بالمجال الدراسي. يمكنكم رفع ملاحظات الدروس والمحاضرات، مشاكل وتمارين مع حلولها، أدلة تحضير للامتحانات القديمة، واجبات مدرسية وغيرها. والموقع يقبل الوثائق المكتوبة بالخط اليدوي وكذلك في صيغة ملفات إن كانت PDF، Word أو غيرها من الملفات. والذي أدهشني في منصة ستادي بول أنها تقبل كل اللغات حرفيا، وبالمناسبة موقع ستادي بول حصد في شهر مايو فقط ما يزيد عن 7 ملايين زيارة مستهدفة. والسر وراء هذا العدد الكبير من الزيارات هو أن موقع ستادي بول يدعم كل مجالات الدراسة حرفيا، وطبعا تحت كل واحد من هذه النيتشات الرئيسية يوجد نيتشات أخرى فرعية. إذن أيا كان مجال دراستك ممكن أن تجد له جمهور مستهدف في هذا الموقع. الآن كيف يمكننا إنشاء حساب في هذه المنصة والربح منها؟ بعد الدخول إلى منصة studypool.com والتي سوف أترك لكم رابطها في صندوق الوصف، كذلك في أول تعليق مثبت سوف نضغط على sign up أو تسجيل، وهنا سوف نقوم بإدخال الإيميل، نختار يوزر نيم أو اسم مستخدم، ونقوم بإنشاء كلمة مرور أو password. بعد ذلك نضغط على create اكا
account. يتم توجيهنا إلى هذه الصفحة والتي يطلب منا فيها الموقع تفعيل الحساب. سوف نعود إلى الإيميل الذي استعملناه في التسجيل، وها قد وصلتنا رسالة التفعيل، نقوم بفتحها ثم نضغط على verify email. بعد ذلك نقوم بتفعيل هذا الخيار، بعد ذلك أضغط على I agree أو موافق. هنا يمكننا تغيير الأفاتار الذي يظهر في حسابنا، وهنا في school علينا إدخال المعهد أو الجامعة التي درسنا فيها. مثلا أنا درست في المعهد العالي للتصرف، إذن أقوم بوضع اسم المعهد هنا، بعد ذلك أضغط على continue. نقوم الآن بالنزول إلى الأسفل ونضغط على continue. في النهاية في هذه الصفحة نقوم بالنزول إلى الأسفل ونضغط على done. وبهذه الطريقة أصبح لدينا حساب مفعل في منصة ستادي بول. وهذا ما يمر بنا إلى الخطوة الأهم، وهي رفع الملفات. للقيام بذلك سوف نضغط على هذا الزر، زر sell docs أو بيع الملفات. إذا نضغط هنا sell docs، وفي هذا المكان يمكننا رفع الملفات. لكن هنا يوجد زر مهم جدا، زر maximize earnings أو زيادة الأرباح. إذا ضغطنا عليه يعطينا الموقع كل النقاط المهمة التي يجب أن نتتبعها للحصول على أرباح وزيادتها. هنا كما نرى في الدو أو ما يجب فعله، يجب أن نقوم برفع high quality documents أو ملفات ذات جودة عالية. مثلا هنا يوجد هذا المثال، إذا ضغطنا هنا هذا مثال على ملف جيد. كما نرى الكتابة واضحة جدا، منظمة، ويتم قبولها بسرعة كبيرة في منصة ستادي بول. من جهة أخرى يعطينا الموقع bad content examples أو أمثلة على ملفات سيئة. إذا ضغطنا على هذا الملف نقوم بفتحه، كما نرى الكتابة في هذا الملف غير واضحة، وسوف أشارك معكم طريقة الزيادة في جودة الملفات. النقطة الثانية هي add doc details، يجب أن نضيف للملف كل المعلومات التي سوف تساعد الطلاب في الوصول إليه. وكما هو موضح هنا، مساعدة الطلاب في الوصول إلى ملفك، وذلك بإضافة عنوان جيد جدا للملف، اسم الجامعة، نبذة عن الملف، بعض الكلمات المفتاحية، سوف تزيد من مبيعاتنا بنسبة 480%. والنقطة الأخيرة طبعا، يجب أن يكون الملف meaningful، أي أن يكون ذو معنى، وبطريقة أوضح يجب أن يقدم هذا الملف قيمة للطلاب. وهذا طبعا موجود في أغلب الملفات الدراسية. الموقع يدعم جميع الصيغ تقريبا، وأهمها جميع أنواع الصور حتى الجيف. يدعم ملفات الدوك، يدعم البي دي اف، وكذلك ملفات التي اكس تي أو الملفات النصية. يعني أيا كانت صيغة الملف التي لديكم، موقع ستادي بول يدعمها. المهم طبعا أن تكون جودة الملف جيدة. والآن دعوني أشارك معكم سريعا كيفية رفع الملفات على منصة ستادي بول. وهنا سوف أشارك معكم أول نقطة لزيادة نسبة أرباحنا من هذه المنصة، وهي أن يكون الملف أكثر من صفحتان. مثلا لدينا هذا الملف، وكما نرى هو مقفل، ويجب الدفع للحصول على الملف كاملا. لكن لو تلاحظون هذا الجزء من الملف واضح ويمكن رؤيته بطريقة مجانية. إذن كلما كان الملف أطول كلما كانت نسبة المحتوى المخفي أكبر، وهذا سوف يضطر الطلاب على الدفع مقابل الحصول على الملف كاملا. طبعا هذا بعد أن نتأكد أن الملف عليه طلب وذو جودة عالية. وهنا دعوني أشارك معكم النقطة المهمة الثانية للربح من هذه المنصة، وهي أنواع الملفات الأكثر طلبا على منصة ستادي بول، وأهمها البزنس أو الأعمال، humanities، كذلك الماثيماتيكس أو الرياضيات، بعدها البروغرامينج أو البرمجة، والساينس أو العلوم بجميع أنواعها. إذا كانت لديكم ملفات تندرج تحت هذه النيتشات، فمن السهل جدا بيعها على منصة ستادي بول. الآن فلنفترض أن لدي هذا الملف والذي يندرج تحت نيتش الساينس، وبالتحديد التمريض، والذي حصلت عليه من أحد الأصدقاء الذي درس التمريض في كندا، وأريد رفعه على حسابي في ستادي بول. الملفات هنا بصيغة PNG، لكننا سوف نحولها إلى ملف PDF، وهذا ما أنصحكم به. قوموا بتحويل كل الملفات إلى صيغة PDF. إذن سوف نأتي إلى كانفا ونضغط على Create Design، ثم نضغط على Custom Size، وهنا سوف نختار المقاسات 880 في 1245، ثم نضغط على Create New Design. الآن سوف أعود إلى الملف وأقوم بترقيم الصفحات من 1 إلى 8. هذه الصفحة الأولى، الصفحة الثانية. الآن سوف أعود إلى canva.com، أضغط على Uploads، وأضغط على Upload
Files. أقوم بفتح الملف الذي يحتوي الصور، أضغط على الصورة الأولى ثم Ctrl A ثم أضغط على Open وأنتظر حتى يقوم موقع canva.com برفع كل الصور. الآن سوف نقوم بوضع الصور بنفس الترتيب الموجود عليه في هذا الملف. هذه هي الصورة الأولى، إذا أعود إلى Canva وأضغط على الصورة الأولى ثم نقوم بتكبيرها حتى تتناسب مع مقاسات الصفحة. نقوم بوضعها في الوسط. الآن سوف نضغط على الصورة، نضغط على زر Edit أو تعديل لتظهر لنا هذه القائمة. سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل وهنا في Apps نضغط على Image Upscaler، نضغط على هذا الخيار حتى نقوم بزيادة جودة الصورة. إذا نضغط على Image Upscaler وهنا في Upscale Amount أو نسبة الترفيع نختار أكبر مقاسات 4x، يعني أننا سوف نزيد جودة الصورة 4 مرات. إذا نضغط على 4x ثم أضغط على Upscale Image وهي قد انتهت العملية، نضغط على Replace أو تعويض. كما نرى هنا Image Upscaler have successfully uploaded the media، تم الترفيع من جودة الصورة بنجاح. الآن نضغط على Add Page أو إضافة صفحة ونقوم بإضافة الصورة الثانية ونقوم بنفس الشيء لبقية الصور. ها قد انتهيت أصدقائي من رفع جودة كل الصور، والآن نقطة مهمة أخرى سوف نقوم بإضافة اسم الملف. واسم الملف يجب أن يتكون من 4 عناصر أساسية: أول أولاً اسم الدرس، ثانياً اسم الجامعة، ثالثاً السنة الدراسية التي أصدر فيها هذا الملف، ورابعاً بعض الكلمات المفتاحية التي سوف تساعد الطلاب على الوصول إلى هذا الدرس. كما نرى هنا اسم الدرس Nurse 332 Fundamental Nursing Concepts and Practice. الجامعة هي University of Saskatchewan والسنة الدراسية هي 2020، والكلمات المفتاحية هي Fundamental Nursing Concepts and Practice. إذن هذا العنوان يحتوي على كل العناصر التي سوف تساعدني في الحصول على مبيعات. إذن سوف أقوم بنسخ هذا العنوان Copy وأقوم بلصقه في عنوان الملف. بعد ذلك نضغط على Share، نضغط على Download أو تحميل، وهنا في File Type سوف نختار PDF Print. هنا في Select Pages نتأكد أن الخيار هو All Pages أو كل الصفحات ونضغط على Download. نقوم بوضع الملف على سطح المكتب ثم نضغط على Save وفي النهاية نضغط على Start Download. وهو الملف الذي تم تحميله أصدقائي بصيغة PDF. دعونا نقوم بفتحه. وكما نرى الملف يحتوي صور فائقة الجودة والخط واضح جدا. إذا أعود الآن إلى حسابي في ستادي بول وبعد الضغط على سيل دوكس أو بيع الملفات سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل وهنا سوف نضغط على Upload More Files. نختار ملف الـ PDF الذي أنشأناه للتو، ها هو، ونضغط على Open. نضغط الآن على I Understand وأضغط على Confirm أو تأكيد لتبدأ منصة ستادي بول برفع الملف. وبالمناسبة كما هو موضح هنا لا تقوم بغلق هذه النافذة حتى تكتمل عملية الرفع. وبعد بضعة دقائق من الانتظار ها قد تم رفع الملف بنجاح. الآن أضغط على OK وكما نرى الملف الآن في خانة Pending أو الانتظار، ورغم أنه هنا يوضح لنا الموقع أن عملية مراجعة الملفات تأخذ 48 ساعة، لكن عن تجربة يتم قبول الملفات بعد 2 إلى 24 ساعة كأقصى تقدير. وكما نرى اسم الملف يحتوي كل المعلومات التي يحتاجها الطالب للوصول إلى هذا الملف، وهذا بالضبط ما طلبه منا موقع ستادي بول للحصول على أرباح وزيادتها بنسبة تصل إلى 480%. وعلى ذكر زيادة الأرباح دعوني أعطيكم النقطة الخامسة والأهم للحصول على أرباح في أسرع وقت ممكن في هذه المنصة. الشيء المشترك بين جميع الكونتريبيوترز الذين يربحون من هذه المنصة مبالغ كبيرة هو أنهم يقومون برفع عديد الملفات يوميا. يعني إذا كان لديك الكثير من الملفات الدراسية قم برفع ما لا يقل عن 5 ملفات يوميا وما لا يزيد عن 10 ملفات يوميا. وإذا كان لديك أكثر من ملف لرفعه يوميا فيمكنك رفعها في المنصة بصيغة زيب أو ملف مضغوط وكذلك كفولدر أو ملف عادي. فلنفترض أن هذا الملف يحتوي على أكثر من درس أو ملف دراسي، طبعا سوف نقوم بتسمية الملفات كما شرحت لكم منذ قليل
بالمناسبة منصة ستادي بول تقبل الضغط عن طريق برنامج زيب أو برنامج وين زيب، ولا تقبل صيغة الرار أو الملفات المضغوطة باستعمال وين رار. إذن سوف نقوم بتحميل برنامج وين زيب، بعد ضغط الملف بنطاق زيب باستعمال برنامج وين زيب سوف نعود إلى حسابنا في ستادي بول. كالعادة نضغط على أبلود مور فايلز، نختار الملف المضغوط بنطاق زيب، ها هو، ونضغط على أوبن لتبدأ منصة ستادي بول بتحميل الملف المضغوط كاملا. ثم سوف تقوم أوتوماتيكيا بفك الضغط على هذا الملف ورفع كل ملف دراسي على حدة. إذن باستعمال هذه الخاصية يمكنكم رفع الكثير من الملفات بضغطة واحدة. بالمناسبة لاحظت مؤخرا أن هنالك الكثير من الملفات يتم رفعها باللغة العربية وخاصة في مجال الطب، وهذا يعني أن هنالك طلب أيضا على هذا النوع من الوثائق في منصة ستادي بول باللغة العربية. لاحظوا معي هنا في الطب البشري يوجد أكثر من 33 ألف وثيقة دراسية، وهذا ما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يربحون من وثائق الطب باللغة العربية. أيضا الوثائق باللغة الفرنسية عليها طلب كبير جدا. لو لاحظنا هنا بحثت عن أناتومي جنرال أو جنرال أناتومي، ظهر لي أكثر من 760 ألف وثيقة دراسية. لو لم يكن هنالك طلب على هذا النوع من الوثائق لما وجدنا هذا الكم من النتائج. المهم في البداية حاولوا أن تركزوا على هذه المجالات الدراسية. بالنسبة لسحب الأرباح فالموقع يوفر أكثر من وسيلة، والحد الأدنى للسحب هو $50. إذن بمجرد حصولك على 5 تحميلات فقط يمكنك سحب أرباحك. إذن لسحب الأرباح سوف نضغط هنا في الأعلى على منيو، بعد ذلك سوف نضغط على My Balance أو رصيدي، بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل ونضغط هنا على Withdraw Money أو سحب الأرباح. وكما نرى هنا الموقع يوفر أكثر من وسيلة دفع، يمكنكم السحب باستعمال Payoneer، PayPal، Wise وحتى Western Union، كذلك السحب عن طريق حسابكم البنكي في بلدكم والسحب عن طريق الشيك. وكما نرى هنا الدفع عن طريق Payoneer Instant أو فوري. إذن أصدقائي كل ما عليكم فعله الآن هو إنشاء حساب مجاني في منصة ستادي بول ورفع ملفاتكم الدراسية وإعدادها بالطريقة التي شرحتها لكم في هذا الفيديو، وكلما رفعتم ملفات أكثر زادت فرصتكم في الحصول على ما يصل إلى $10 لكل عملية تحميل. وكما لاحظنا العديد من الكونتريبيوترز قاموا بتحويل وثائقهم الدراسية القديمة إلى مصدر دخل سلبي يربحهم مبلغ يصل إلى $3,000 شهريا كدخل سلبي. لذلك انتهزوا الفرصة أصدقائي وقوموا بتحويل ملفاتكم الدراسية إلى مصدر دخل سلبي بدلا من تركها في الأدراج. سوف أترك لكم رابط منصة ستادي بول في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح اليوم. إذا أعجبكم الشرح لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خاصية أول أو الكل لتصلكم إشعارات بكل الشروحات القادمة. أنا لم يبقى لي إلا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وأراكم بإذن الله في شرح لاحق.